تعاني السيدات الحوامل خلال فترة الحمل من مشكلات في النوم تزداد صعوبة مع التقدم في الحمل، وذلك نتيجة عدد من وضعيات النوم الخاطئة التي قد تلجأ لها السيدات والتي تؤثر سلبا عليها وعلى الجنين. تمر المرأة خلال مسيرة الحمل بعدد من التغيرات التي تجعل النوم أمرا عسيرا عليها، مثل زيادة حجم البطن والشعور بحرقة المعدة وعدم القدرة على التنفس بشكل سليم وآلام أسفل الظهر، زيادة الشعور بالأرق. في هذه الحالات تحاول المرأة اختيار وضعية للنوم مريحة دون التركيز إذا كانت تضر بصحة الجنين أم لا. في هذه الحلقة سوف نستعرض مع حضراتكم وضعيات النوم الخاطئة التي تضر بصحة الأم والجنين. أولاً، النوم على البطن. في المرحلة المبكرة من الحمل قبل أن ينتقل الجنين إلى الرحم قد تتمكن المرأة من النوم على البطن، ولكن بعد انقضاء الأشهر الأولى ومع بروز البطن تدريجيا قد يكون ذلك الوضع صعب على الأم ويجعلها تضغط على الجنين في جوفها فتتعذر عملية تدفق الدماء التي تغذي الجنين، مما يؤثر على النمو فيما بعد، خاصة إذا كانت الأم تنام بهذه الوضعية دائما. ثانيا، النوم على الظهر. ومن الشائع نوم الحامل على الظهر، إلا أن هذه الوضعية غير مناسبة للأم لأنها تؤثر على صحتها وصحة الجنين، حيث تزيد هذه الوضعية من آلام الظهر وتورم القدمين خاصة مع التقدم في الحمل، كما أنها تزيد من احتمالية الإصابة ببواسير الحمل، وعندما تستلقي الحامل على ظهرها يقلل ذلك من تدفق الدم للجنين، كما أنه يعرضها لانخفاض ضغط الدم وبعض الأعراض المصاحبة مثل الشعور بالغثيان والدوار، مما يعرض حياتها وحياة الجنين للخطر. ثالثا، رفع القدمين. تلجأ بعض السيدات إلى رفع أقدامهن على مكان مرتفع أثناء النوم ظنا منهن أن ذلك يساعد على إراحة القدمين، إلا أن ذلك يزيد من خطورة تورم القدمين، وفي شهور الحمل الأخيرة يزيد ذلك من الضغط على بطن الأم مما يعيق حركة الجنين ويؤثر على تدفق الدماء للجنين. والسؤال الآن، ما هي الوضعية المناسبة لنوم الحامل؟ فتعد وضعية النوم على الجانب الأيسر هي الأفضل للحامل، حيث تسهل تدفق الدماء عن طريق المشيمة، مما يعزز من عملية التغذية السليمة للجنين ويسمح لها النوم بطريقة مريحة لا تضغط فيه على الجنين، كما أن هذه الوضعية تقلل من فرص تعرض الأم لتورم الساقين الذي يزداد مع تقدم الحمل. ولكي تحصل الحامل على القسط الكافي من الراحة عليها اتباع عدد من التعليمات. أولا، تجنب وضعيات النوم الخاطئة التي تم التحذير منها والنوم على الجانب الأيسر. ثانيا، الاهتمام بتناول طعام صحي متوازن يساعد الأم على التخلص من الأرق. ثالثا، شرب كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم. رابعا، تجنب شرب المنبهات والأطعمة التي تحتوي على الكافيين. خامسا، الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم. وأخيرا، الاهتمام بشرب السوائل الدافئة التي تخفف من التوتر وتساعد على الشعور بالاسترخاء.